الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء، اليوم موضوعنا موضوع مهم، هو الدبل انتجرال ان بولار كوردينيتس. بعد أن تعرفنا على الدبل انتجرال بالكارتيزيان كوردينيتس، عرفنا أنه هذا هو اتجاه الأكس الموجب وهذا هو اتجاه الواي الموجب. الآن نريد نشوف R. منين نحسب R؟ دائما هو من المركز، هذا هو R. وثيتا، منين يتم حساب ثيتا؟ المحور ثيتا القطبي هو بهذا الاتجاه. فإذا عدنا تحويل، خل نتعلمه أنه كل X راح نقول هو R كوساين ثيتا، كل Y هو R ساين ثيتا، كل X سكوير زائد Y سكوير راح يصير هو عبارة عن R سكوير، كل ثيتا هي تان أس ناقص واحد Y على X. Y على X الدي واي إلى دي إكس، أو دي واي دي إكس، أو دي إكس دي واي، دي إكس دي واي، سوري نقدر نقول دي إكس دي واي يساوي R دي R دي ثيتا. هذا هو التحويل بين الكارتيزيان كوردينيتس والبولار كوردينيتس. الآن نجي ناخذ دبل التكامل اللي عندنا، هذا الدبل التكامل، هذا الاف اوف الاف اوف R وثيتا راح يصير R دي R دي ثيتا. زين، عرفنا انه البعيد من ثيتا والقريب هو يعتمد على R. خلنا ناخذ مثال، عندنا هاي الحالة انه عندنا هاي المساحة هسه اللي راح اصورها، لونها هاي هي المساحة اللي يريد يكاملها. هاي المساحة لها محددات، تبدأ بزاوية ألفا، الزاوية الأولى ألفا، الزاوية الثانية هي ألفا 2 أو نقدر نقول عليها بيتا. الآر الأول هو آر 1 والآر الثاني هو شنو؟ هو آر 2. طبعا عرفت أنت الآر راح ينطي معادلة بينما الألفا هي زاوية، فهذا الألفا وهذا البيتا يعتمد عليها منو؟ على الدي ثيتا البعيد عندنا. ومن R1 يساوي لي G1 of ثيتا إلى R2 شي يساوي لي G2 of ثيتا. فقط هو هذا التكامل اللي راح يصير عندنا. يعني الدبل تكامل DY DX DY راح يصير بهذا الشكل، تكامل من زاوية معينة إلى أقل زاوية باتجاه اليمين، لأن هنا اتجاه الزاوية عكس عقارب ساعة، إلى أعلى زاوية، ومن أول معادلة إلى ثاني معادلة. الآن عندنا الستاندرد فورم، يعني أكو فد كيرفات لازم أنت حافظها قبل ما نجي نكامل. هاي قسم منها أنت تعرفها. الأول هو الدائرة، الدائرة الـ R يساوي لي أي، هاي هي الدائرة أنه قطرها شنو؟ أي بالمركز، أو نصف قطرها يساوي لي أي. الثاني الـ R يساوي لي أي كوساين ثيتا، الأي كوساين ثيتا تصير دائرة بهذا الاتجاه، هي بين الربع الأول والرابع ملامسة للواي أكسس. بس لا تنسى أنه هذا منا إلى هنا الأي هو القطر، فهذا هو الأي على 2. عندنا الثانية الآر يساوي لناقص أي كوساين ثيتا، أعتقد راح تعرفها أنه هي هاي الزاوية، وهذا منا إلى هنا هو أي. الثالثة هي آر ساين ثيتا، تكون ملامسة إلما للأكس أكسس فوق، هاي هي آر آر ساين ثيتا، سوري R يساوي لي أي، R يساوي لي أي ساين ثيتا. طبعا عرفت هسه انت هاي الدائرة اللي ملامسة للأكس أكسس، لكن بالأسفل هي شنو؟ هي R ناقص أي ساين ثيتا. هاي مجموعة الدوائر الخمسة مهمة جدا. بعد نجي على روز، الـ R يساوي لي أي ساين أن ثيتا، إذن هاي تشبه الدائرة، لكن هنا عندنا الان هو اعداد الورقات، فلازم نكتب عليها روز او نكتب سيركل. عندنا اذا كانت او الار يساوي لي اي كوساين ان ثيتا، كل وحده راح ارسمها واقول هاي شنو. الدائره الاولى هاي هي الار يساوي لي اي كوساين ثيتا، الان ايش قد يساوي لي؟ الان يساوي لي واحد للكوساين. الدائره الثانيه هاي،
أعتقد عرفتها، الآر يساوي لي أي ساين ثيتا اللي هو الآن إيش قد يساوي لي؟ واحد. دير بالك هنا من الآن يصير عدد زوجي لازم تنضرب في اثنين، فهاي الدائرة الآر يساوي لي الوردة آر يساوي لي أي كوساين اثنين ثيتا، هاي راح تصير بهذا الشكل. وطبعا راح تعرف انت الار يساوي لي اي ساين 2 ثيتا شلون راح يصير، راح يصير بهذا الشكل. اما اذا كانت الاعداد عندنا فرديه فما يحتاج ان نضربها في 2، فهذا هو الار، الار يساوي لي اي كوساين 3 ثيتا، وهذا هو الار يساوي لي اي، الار يساوي لي اي ساين 3 ثيتا. لا تنسى انه الثلاثة ثيتا بين ورقه وورقه ايش قد؟ بين ورقه وورقه 120 درجه حتى تكتمل 360 درجه. الان نجي الى المجموعه الثالثه اللي هي ليمانسكيت. هذا هو الار تربيع يساوي لي اي تربيع ساين تربيع ثيتا، أو الآر تربيع يساوي لي أي تربيع كوساين تربيع الثيتا. هذا شوية شكله مدبب نوعا ما، أو يعني أسمن من ذاك. فهذا الأول رسم واحد بي، هذا الأول اللي هو هذا يساوي لي آر تربيع يساوي لي أي تربيع كوساين تربيع ثيتا، وهذا الثاني اللي هو آر تربيع يساوي لي أي تربيع ساين تربيع ثيتا. نجي إلى المجموعة الرابعة اللي هي ليمكونز أند كارديود. فش عندنا؟ عندنا R يساوي لي أي زائد ناقص B ساين ثيتا، أور R يساوي لي أي زائد ناقص B كوساين ثيتا. إذا كان الأي لا يساوي لي B هذا هو ليمكونز، ولكن يصير قلب كارديود إذا كان الR يساوي لي الأي يساوي لي B. فنجي إلى الأول، إذا كان الأي يساوي لي بي فآر يساوي لي أي واحد زائد كوساين ثيتا، هذا رسمه بهالشكل. والثاني آر يساوي لي أي واحد ناقص كوساين ثيتا، ايش راح يصير؟ راح يصير بهذا الشكل، هذا واحد ناقص أي كوساين ثيتا. الآن R يساوي لي أي واحد زائد R يساوي لي أي واحد زائد ساين ثيتا، طبعا هذا شلون راح يصير؟ راح يصير بهذا الشكل. والأخير R يساوي لي أي واحد ناقص ساين ثيتا، شلون راح يصير؟ راح يصير رسمه بهذا الشكل. هاي الأشكال كلها تحفظها، وراح احنا نشوفها ان شاء الله بالأسئلة ونعلمك شلون ترسمها نقطة نقطة. شكرا لكم.